السلام عليكم. اليوم الفيديو الثاني في إطار نتعلم جميع أساسيات الاقتصاد. فالفيديو ديال اليوم غادي نجاوبوا على جوج ديال الأسئلة اللي هما: أولا، علاش الاقتصاد هو أيضا علم الخيارات؟ ثانيا، علاش هاد الخيارات مهمة في حياتنا؟ أولا، ومن الناحية الاقتصادية كنديروا خيار أو خيارات لأن الموارد اللي عندنا ما كافياش باش تغطي جميع الاحتياجات احتياجاتنا. هذا المشكل الاقتصادي تيخلينا جميع نديرو خيار، نختار، يعني خاصني نتنازل على بزاف ديال الحوايج. باش نتنازل كاين واحد التكلفة ولا سكون ابل لو كو دوبورتونيتي. في عالم الندرة من المستحيل الحصول على كل شيء دفعة واحدة، أي يجب اتخاذ قرار اللي هو التضحية أو خسارة في الربح. يعني شحال غادي نربح من هذا التنازل من خلال تخصيص الموارد اللي عندي لاستخدام آخر؟ إلا شريت كتاب بمية درهم مثلا، فأنا كنختار أيضا عدم إنفاق هذا المونطون ديال مية درهم على شيء آخر. يعني ملي نتنازل على واحد الخيار ممكن ندير تقييم، نعرف شحال خسرت فيه من أجل خيار آخر، وبذلك يمكننا تقييم الخيارات المختلفة اللي متاحة من أجل تبسيط عملية اتخاذ القرار النهائي. مثلا بغيتي تمشي للخدمة، وسائل النقل اللي متاحة عندك مثلا هي السيارة، البيوس، الطاكسي، الموتور، بزاف ديال لي مويان. عندك جوج ثلاثة ولا أربعة الخيارات، وكل واحد عنده خصائص ديالو من ناحية الثمن، من ناحية الوقت، من ناحية الكونفور، من ناحية لوغيسك ديال الطريق، اكسيتيرا. غادي تحسب شحال غادي تربح من المقارنة ديال جميع هاد الخيارات المتاحة باش تاخد القرار النهائي. ندير خيار يعني نتاخد قرار حاسم. قبل كل شيء خاصني نحسب الحساب اللي يسلكني، ولكن نحسب طريقة صحيحة وعقلانية. في الاقتصاد ولا في الماتيماتيك تنسميهم لي كالكول دوبتيميزاسيون. بالنسبة للمستهلك مثلا، فالاختيار الأمثل يعني استخدام الميزانية اللي هي محدودة من أجل الحصول على أعلى قدر ممكن من المنفعة لوتيليتي، وفي نفس الوقت عدم تجاوز الميزانية لا كونترانت بيدجيتير أو قيود الميزانية، واتخاذ الخيار الأفضل بين عدة بدائل. السؤال اللي مطروح لجميع الأفراد هو كيفية اتخاذ الخيار الجيد والمناسب، وخصوصا يكون خيار عقلاني فقط من أجل تخصيص، من خلال تخصيص مثلا الميزانية والموارد على النحو الأمثل من أجل الحصول على أعلى قدر من المنفعة، بحال الشركة اللي كتسعى إلى المزيد من الأرباح مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة لوكو. تكمن إذن الأهمية ديال الخيارات في الاقتصاد على المستوى الكلي ماكرو إيكونوميك في حقيقة أن جميع قرارات الفاعلين الاقتصاديين تؤثر على سلوك الاقتصاد ككل. بعبارة أخرى، تستند الخيارات الجماعية على المستوى الاقتصاد إلى الخيارات الفردية ونيفو ميكرو إيكونوميك تنسميون الاقتصاد الجزئي. بالنسبة للخبراء في الاقتصاد، القياسات الاقتصادية لموديليزاسيون إيكونوميك تدور حول الخيارات اللي كيتخذوها الأفراد. كتسمح هاد الخيارات بفهم السلوكيات ديالهم والدوافع، علاش تشتروا هذه الحاجه، ما تشتروش هذه الحاجه، اكسيتيرا. لماذا مثلا واحد جوج ديال الاشخاص كيتاخذوا خيارات مختلفه مع نفس القيود ديال الميزانيه؟ بشكل عام حنا في الاقتصاد كنعتبروا بلي الافراد عندهم سلوك عقلاني، سلوك اللي كيهدف لتحقيق ربح اكبر. فهاد المنطلق هناك واحد العنصر اللي هو اساسي اللي لا ينبغي إغفاله، اللي هو المعلومة الانفورماسيون. الدور ديالها في الاقتصاد مهم للغاية. قبل الشراء مثلا بالنسبة للمستهلك يجب أن تكون لديه مجموعة من المعطيات، من المعلومات
حول الثمن، الجودة، تكلفة المعاملة، العلامة التجارية وغير ذلك من المعلومات، مع جميع البدائل الممكنة، يعني الخيارات الأخرى المتاحة للمنتوج. أخيرا، لإدارة الموارد بشكل عقلاني عليك أن تقوم بالخيار الصائب. السؤال الثاني هو: ما سبب أهمية الخيار أو مشكل الخيارات في حياتنا؟ الحياة ديالنا كلها خيارات، جميع القرارات ديالنا الصغيرة ولا الكبيرة مبنية على الخيارات اللي كنتاخدوهم، سواء كانت تتعلق مثلا بالأنشطة الصغيرة مثل اختيار الملابس مثلا، اشنو خاصني نلبس، كيفاش نلبس، او الأنشطة اللي عندها تأثير مهم على حياتنا، على سبيل المثال اختيار ديال المهنة، كيفية العيش، القرار ديال الزواج، او حتى على المستوى ماكرو ايكونوميك، المستوى الاقتصاد الكلي، خيار اللجوء الى الديون في الأزمة بحال اللي دار المغرب في هذه الأونة ديال الأزمة، تخصيص ميزانية للتعليم والصحة تكون كبيرة عوض تخصيص مبالغ كبيرة للمغنيين اكسيتيرا. كل يوم حنا كنتاخذوا خيارات، ولمدى الحياة من خلال الخيارات ديالنا كتغير نوعية وجودة الحياة، وبالتالي فإن العواقب على حياتنا تعتمد بالأساس على الخيارات ديالنا. لذا أدعوكم جميعا إلى التفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرار. موعدنا سيتجدد إن شاء الله باش نتعلموا جميع أساسيات الاقتصاد. هذا الفيديو وبزاف ديال الفيديوهات تلقاهم في قناتي باليوتيوب. أتمنى أن ينال الموضوع إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.